السلام عليكم. شخصيتنا لهذا اليوم شخصية سيدنا أبي عبيدة بن الجراح. ما يميز هذه الشخصية هي صفات ثلاثة وصف بها. الصفة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه أمين هذه الأمة، والأمانة تقتضي حفظ العهد وحفظ المنهج من التغيير ومن التبدل. ويشهد لهذا زيارة سيدنا عمر لبيته في الشام، فلما زاره سيدنا عمر رأى في بيته أثاثا بسيطا لا يتناسب مع إمارته وقيادته، فقال له سيدنا عمر قولته الشهيرة: كلنا غيرتنا الدنيا غيرك يا أبا عبيدة. شخصية سيدنا أبو عبيدة شخصية تستطيع الحفاظ على موروثات المنهج من التغيير والتبدل، ويستطيع أن يصل إلى أبعد مدى من هذا الحفاظ ومن هذه المسؤولية. الصفة الثانية التي كان يتصف بها سيدنا أبو عبيدة هي قول سيدنا عمر عنه: إن أبا عبيدة رجل مكيث. والمكيث هو الرزين الذي يمضي وفق خطة واضحة ولا يحب المخاطرة، وهذه السياسة كانت واضحة في سياسة سيدنا عمر، حيث قال: والحرب لا ينبغي لها إلا الرجل المكيث.